تطورات سريعة ومخيفة شهدتها المناطق السورية خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان النظام السوري رفع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب بنسبة 100%. فما الذي حدث؟ المناطق الجنوبية في سوريا خاصة السويداء ودرعا والحوران تشهد تطورات متلاحقة ومخيفة عقب إعلان النظام السوري قراراته الأخيرة برفع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب 100% بدلاً من 500% في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. فعدد كبير من أهالي تلك المناطق خرجوا في مظاهرات احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعالت أصوات المحتجين خلال المظاهرات ورفعوا شعارات طالبت برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، أبرزها شعار ارحل يا بشار. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من الاحتجاجات أظهرت صورة رأس النظام السوري بشار الأسد تحت أقدام المحتجين. ورأت بعض المصادر المحلية أن هذا الحراك ربما يكون مختلفاً شكلاً ومضموناً عن التظاهرات التي خرجت في المنطقة خلال السنوات الماضية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي في البلاد. فمحافظة السويداء في المنطقة الجنوبية من سوريا شهدت في ساعات الصباح الباكر يوم أمس حالة شلل تامة في الحركة التجارية في ضوء الإعلان عن إضراب عام وعصيان مدني في المدينة. ورصدت المصادر أكثر من 20 نقطة احتجاج في محافظة السويداء تم خلالها إغلاق طرقات رئيسية مؤدية إلى قرى وبلدات في المحافظة إلى مركز المدينة، كما شهدت المحافظة إغلاقاً تاماً لمعظم المديريات والمؤسسات الإدارية التابعة لنظام الأسد في ظل حركة تكاد تكون شبه معدومة في شوارع المدينة تزامناً مع مشاركة شعبية كبيرة في الإضراب العام، بما في ذلك إضراب وسائل النقل العامة في المدينة. وبحسب موقع طيف بوست، فإن مطالبات أهالي المدينة خلال الاحتجاجات كانت بوضع حد لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، مؤكدين أن صبر السكان في المدينة نفد بالكامل. وكانت أبرز شعارات المحتجين سوريا إلنا وما هي لبيت الأسد، وسوريا حرة حرة، بشار اطلع لبرا، ويا الله ارحل يا بشار. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه عموم المناطق السورية إضرابات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما بعد قرار النظام السوري رفع أسعار المحروقات وإيقاف الدعم عن شريحة واسعة من السوريين، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. وكان العديد من الناشطين في عدة مناطق سورية سواء في السويداء أو درعا أو حتى في الساحل السوري دعوا السوريين إلى إضراب عام يوم 21 من آب للمطالبة بتحسين الوضع في سوريا.